مشاهدينا الكرام مكملين مع حضراتكم وصباحنا مصري. حضراتكم في اثناء المؤتمر الصحفي العالمي اللي عقد بقناه السويس تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دلتا جديده في مصر ستكون في منطقه الضبع. دلتا الجديده زراعه 1.5 مليون فدان، وجه سيادته بضغط الجدول الزمني بتسريع وتيره التنفيذ علشان يقدر يبقى عندنا مزيد من الأراضي الزراعية والمساحات الزراعية المختلفة اللي توفر السلع. الحقيقة دلوقتي المواطن المصري بيشعر أن السلع متوفرة، يعني احنا ما عدناش بنعاني من فكرة ارتفاع الأسعار في السلع المباغتة، لا مش موجودة الاحتكارات، لأن الحقيقة دخل كتير من المشروعات اللي حصلت في أثناء الفترة السابقة خاصة في مجال الزراعة والتنمية الزراعية، بقى عندي صوب زراعية، بقى عندي محاصيل بتطلع، والأولوية للسوق المصري، وبعد كده لما يفيد نبقى نصدر للخارج، وهو ده اللي اكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنعرف اكثر معلومات عن الدلتا الجديده، هي ليه ومكانها وليه تحديدا هذا المكان، هتعمل ايه، هتفيدنا بايه، امتى هنقدر ان احنا يبقى عندنا هذه يعني 1.5 مليون فدان كاملين بمنتجاتهم وانتاجهم الزراعي من خلال وجود ضيفي اللي مشرفني ومنورني دكتور صلاح حجاج استاذه بالمركز القومي للبحوث الزراعيه. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، يا اهلا وسهلا. الاول عايز اسال ليه اختيار هذا الموقع تحديدا؟ هو الاختيار في الموقع ده تحديدا لان الاول مكانه مميز، يتوسط 3 محافظات اللي هي محافظة البحيرة والجيزة ومطروح، قريب جدا من محور الضبعة، جنوب وغرب محور الضبعة، يعني مناسب للطرق الجديدة اللي الدولة بالتوجه القيادة السياسية قامت بإنشائها. نعملش مشروع قريب منه جميع المرافق اللي هي محتاجها، هيتعمل له محطة معالجة لمياه الصرف الزراعي عشان توصل مياه نقية وصالحة للزراعة في المكان ده. والمكان ده يعتبر غرب أرض مستقبل مصر اللي هم 500,000 فدان. بتوجه القيادة السياسية في خلال الشهور اللي فاتت مع وزارة الزراعة، قامت المراكز البحثية والجامعات المصرية بتحليل أراضي كتير والتربة بتاعتها في الفترة اللي في المكان اللي موجود هناك، واستقرت على وجود حوالي 688,000 فدان، 90% منهم تقريبا صالح للزراعة، والمية بتاعتهم هتعمل محطة معالجة كبيرة عشان تقدر ترويهم، بجانب طبعا مستقبل مصر اللي قلنا بيستخدم حاليا مياه الآبار للري الزراعي. طبعا المكان مميز جدا جدا وهيضخ استثمارات عالية، هيوفر فرص عمل كتير، هيوفر نسب من المحاصيل الاستراتيجية المهمة لمصر. طب خلينا نتكلم، يعني احنا كده الحقيقه واضح جدا ان توجه الدوله ناحيه الساحل الشمالي والاراضي اللي موجوده وانشاء يعني مجموعه كبيره من المشروعات، سواء بقى مدينه العالمين الجديده كانشاءات عمرانيه ومدن جديده، او حتى بقى في مجال التطوير الزراعي. معلوماتنا كلنا ان ارض الساحل الشمالي اللي كانت يعني متوفره عندنا، حضرتك يعني بتصحح هذه المعلومه، ان لا ما كان، يعني كنا دايما نقول الارض رمليه ما بتصلحش للزراعه، ده واضح ان هو خلاص لا مش موجود. لا طبعا، مين قال الارض رمليه ما بتصلحش للزراعه؟ يعني كتير كان يقول لك لا اصل الساحل ارض رمليه وبتحتاج ميه كتير فمش هنقدر ان احنا نعمل، يعني ده كان في السنوات لا، الارض رمليه بتصلح للزراعه مع التسميد الجيد، مع الرعايه الجيده ليها، مع تكوين البنيه الاساسيه بتاعتها لحط وضع المواد الغذائيه او العناصر اللي تفيد الزراعه. فدي كلها لا مجالات كبيره للزراعه واستغلال امثل للاراضي. منظومه الطرق اللي اتعملت في مصر، لازم نتوجه الكلام ده كويس جدا ونعيه، منظومه الطرق اللي اتعملت في مصر الجديده خلال الفتره 5-6 سنين اللي فاتوا منظومه قويه جدا جدا، وكانت معموله عشان ترسخ لاقامه مثل هذه المشاريع العملاقه، هتبقى قريبه من مصانع، قريبه من الزراعه، قريبه من ايه؟ منافذ الانتاج. كل لو الطرق دي ما اتعملتش كل الاراضي دي ما كانتش هتتزرع ولا هتبقى مصانع. اللي هو فكره احنا هنوصل ازاي؟ بالظبط، فدي انا بوصل ده. الجميل بقى في الاراضي الجديده دي كلها استخدامات الميه اللي فيها، زي ما حضرتك تفضلت، حضرتك اثرت نقطه جميله اللي هي ارض رمليه، يبقى هتاخد ميه كتير. جميل. انا بقى بعمل حاجه ثانيه بخبرتي المتواضعه في هذا المجال، ان انا الاراضي الجديده كلها بستخدم فيها مزارع سمكيه.
حضرتك استغربت يعني ايه مزارع سمكيه في ارض صحراء؟ موجوده في مصر اللي هو النظام التكاملي، وبرده توجه من وزاره الزراعه حاليا بنعمل مشروع كبير في غرب المنيا، بنعمل برده منظومه سمكيه هناك مع الوزير امر بيها ان احنا نحطها هناك ليه كنموذج وموديل للناس كلها تتفرج عليها. انا بتكلم يعني السمك مش مستغل، مش مستخدم، السمك ما بيستغلش الميه، ما بياخدهاش. السمك بيستخدمها، ياكل فيها، يتنفس فيها، ويعيش فيها، وبعد كده مخرجاته البيولوجيه دي كلها تعتبر سماد للارض، وبتقلل نفاذيه الرمل في الميه، لان ميه السمك ميه تقيله، فاصبحت بتعمل دوره ورا دوره، بتعمل شيت في الارض الرمليه، فبتقلل المسميه، وبالتالي كميه الميه اللي هتستخدم في الزراعه هناك هتبقى كميه اقل من الطبيعي، ممكن يعني يا دوبك حاجه الشجر او حاجه النبات وبس. يعني معنى كده ان انا ممكن استخدم مياه الابار او مياه الصرف المعالجه هناك اللي جايه لي صرف زراعي المعالج وجايه رايح الزراعه، قبل ما اوديه للارض الرمليه او للزراعات بحطه في احواض سمك، احواض السمك دي هي اللي هتروي الارض الزراعيه. يبقى انا اخدت منتجين، منتج سمكي ومنتج زراعي. طب ميه الاحواض هنجيبها منين يا دكتور؟ ما هو ميه الاحواض الميه اللي ريت، الميه اللي جايه نري الارض اللي كلها الجديده نفسها هي اللي المليون فدان اللي هم مزمع ان احنا نشتغل عليهم. الميه اللي جايه لهم كلها قبل ما يعني بتقسم طبعا قطع ومنافذ للري في كل قطعه، الميه قبل ما تخش على الزراعه بتاعه الارض دي هتخش على الاحواض السمكيه، والاحواض السمكيه دي ميتها حوض السمك بعتبره سماده طبيعيه جوه الارض الرمليه الفقيره من المواد البيولوجيه او العناصر النيتروجينيه الخاصه بالارض، وبالتالي ازود انتاجي. يبقى انا كده اخدت منتجين. تخيل حضرتك لو احنا عندنا مثلا مليون فدان اللي فخامه الرئيس امر بان احنا نشتغل عليهم. مليون فدان النهارده كل فدان سمك احواض، كل فدان سمك احواض مقسم متقسم يروي 150 فدان ارض ملحقه بيه. يبقى انا معنى كده ان انا عندي في المليون فدان ده هيبقى عندي حوالي 7000 فدان. 7000 فدان سمك. لما استخدم فيهم الزراعه المكثفه لتربيه الاسماك يبقى انا كده ايه بطلع في الفدان تقريبا حوالي 100 طن سمك متقسمه الاحواض. مش 100 طن كده، لا بيتكلم بالمتر بقى المكعب للميه اللي موجوده في الفدان الميه ده. 100 طن دول في ال 7000 فدان يبقى كام؟ حوالي 700,000 طن سمك موسمي في السنه. تخيلي بقى حضرتك هيعمل قد ايه كم من الفرص العمل، هيشغل مصانع اعلاف، هيشغل ايادي عامله كتير، هيشغل مفرخات سمك، هيديني انتاج سمكي وافر وقابل للتصدير، لان الكواليتي بتاعته تبقى عاليه. يبقى انا كده استفدت بالمشروع بتاعي ان انتاج سمكي وانتاج حيواني. انتاج حيواني ازاي؟ لان الزراعات الاستراتيجيه اللي حاليا بنفكر فيها في الوزاره ان احنا نشتغل عليها زراعات استراتيجيه، محاصيل استراتيجيه زي الذره، زي القمح، زي الشعير، زي المحاصيل الزيتيه اللي هي ممكن تنتج لي زيوت بالعصر، هتشغل مصانع زيت، هوفر عمله صعبه من ان انا استورد زيوت من بره، وبالتالي الفرص العمل اللي موجوده. النواتج العصر بتاع المحاصيل الزيتيه ده اذا كان ذره او صويا او سمسم او دوار الشمس، يعني حضرتك تقصد ان هيقام مجتمعات صناعيه على الزراعه بجانب دي وجود المليون فدان اللي هي الدلتا الجديد. لان انا كنت لسه هسال عن الانتاج السمكي، يعني هذا الانتاج اللي موجود في هذه المنطقه كيفيه تسويقه والاستفاده منه؟ يعني احنا دايما كنا بنقول احنا عندنا بحيره السد فيها كتير بس الانتاج السمكي بتاعها ما بيوصلش. فبرضه فكره ان الانتاج السمكي اللي موجود هيتم تصنيعه داخل هذه المصانع او حتى بقى تسويقه، هيتم تسويقه وهيتعمل مصانع. السمك على فكره حاليا انتاجه عندنا في مصر ما شاء الله عالي. في طفره كبيره حصلت في انتاج السمك من القطاع الخاص والقطاع الحكومي مع المشاريع الجديده للسمكيه اللي اتعملت في بركه غليون او مزارع الفيروز، كل دي مزارع كبيره اتعملت مع المزارع القطاع الخاص اللي هي اساسا شغاله من 30 سنه. النهارده انتاجنا السمكي في مصر وصل لحوالي 2 مليون طن. طيب انتاج سمكي عالي هنعمل ايه؟ مش بالضروره السمك يتباع زي ما هو كده، لا انا اعمل له مصانع، اعمل مصانع لتصنيع السمك، الفيليه ومنها الكفته ومنها البرجر ومنها الناجتس، الحاجات دي كلها تصنيع السمك كقيمه مضافه هتسوق لي من السمك اكتر وهتحسن لي من انتاجيه السمك عندي اكتر.
طب خلينا نتكلم عن، يمكن احنا شويه عرفنا الناحيه الاقتصاديه للمشروع، خلينا نتكلم على اقامه مجتمعات جديده وفكرة توزيع السكان بشكل أفضل. هل ده هيبقى، يعني احنا عارفين ان المحافظات الساحلية اللي حضرتك اتكلمنا عليها، اسكندرية، مطروح، البحيرة الجيزة، يعني غالبا مطروح من المحافظات اللي سكانها قليل، هل ده هيسمح بقى بانتقال وإقامة مجتمعات جديدة داخل هذه الأماكن؟ مما لا شك فيه، تخيل حضرتك ان كل فدان ممكن يشتغل عليه فرد او فردين، يعني معنى كده المليون فدان هيقيم عليهم هناك حوالي مليون فرد. ده اقل شيء ممكن يتعمل هناك، وبالتالي هيتعامل هناك مش مدن سكنيه، عشان برضو اللي كل مزرعه يبقى فيها سكن خاص بيها لعمالها والاسر اللي مقيمين فيها، وبالتالي هيقام مجتمعات عمرانيه كبيره شغاله في نفس الايه؟ شغاله في نفس المجال او شغاله في نفس المكان، بتخدم في المنطقه، اذا كان في الزراعه بتاعت الاراضي اللي هناك، اذا كانت في الصناعه بتاعت الاراضي اللي هناك، إذا كان في إنشاء الزراعات اللي موجودة اللي هتتم معايا هناك، فدي كلها مجتمعات عمرانية هتسحب الأيدي العاملة، هتنقل الكتلة السكانية اللي موجودة زحام الدلتا القديمة، ممكن هننقل بقى شوية للدلتا الجديدة، لأن الدلتا الجديدة تعتبر جنوب الدلتا القديمة الموجودة. طيب فكرة الفاقد من الأراضي الزراعية نتيجة للأعمال اللي بتتم، هل ده هيتم، يعني هل هذا المشروع يعوض شوية من الأراضي الزراعية اللي فقدتها مصر لسنين طويلة؟ بقدر الإمكان توجه القيادة السياسية طبعا مع يعني إيه المحاسبة على اللي فات، ده أمر وارد، التغريم و الأراضي اللي اتخذت بالطريقة اللي هي المباني و فبالتالي الأراضي الجديدة أكيد هتعوض جزء كبير جدا جدا من الاراضي اللي تم فقدانها، لان المحاصيل الزراعيه اللي هتتواجد عليها. بس طبعا انا انصح ان احنا نعمل دورات زراعيه مناسبه لهذا الاراضي الجديده دي، على اساس يديني انتاج، الانتاج العالي اللي هيطلع من الاراضي دي الاساسيه اللي هي موجوده كارض جديده، هتعوض لي كتير من الاراضي القديمه اللي هي الاراضي القديمه اللي اتاخدت مننا في ايه؟ اتنهبت بمعنى اصح، وتحولت لمباني وعمارات و طب خلينا نتكلم شويه برضو يا فندم على المكونات، يعني يمكن احنا تحدثنا عن ممكن يكون فكره وجود احواض سمكيه، لكن خلينا نتكلم عن مكونات هذا المشروع الضخم بشكل اكبر وبشكل اوسع. مكونات الارض، ارض موجوده تمام، وزاره رشيده موجوده، هتقدر توزع الاراضي توزيع سليم على مستثمرين وليس شباب خريجين، على ممكن مستثمر يتولى هو شباب الخريجين، انما شباب الخريجين الى حد كبير احيانا ما بيقدرش، ما بيكونش عنده المعلومات، ما بيكونش عنده التمويل، وده دور الدعم المصري او البنوك المصريه ان هي بتدعمه. الدعم البنكي موجود بفوائد تعتبر فوائد بسيطه جدا، بنتكلم في 3% 5% حسب توجيهات القياده السياسيه، على اساس اقدر انمي المشاريع دي كلها. الارض موجوده، الدعم المالي موجود، الميه اصبحت موجوده بمحطات المعالجه اللي هتجيب للارض الميه الجديده، والابار اللي مدوقه في ارض مستقبل مصر، السواعد المصريه موجوده اللي احنا شفناه من يوم كمان في السواعد المصريه ما زالت موجوده طبعاً. وهتستمر في قناه السويس واللي حصل هناك، السواعد المصريه موجوده، المحاصيل الزراعيه اللي مزروعه في صحراء مصر لولا هذه المحاصيل ولولا السواعد المصريه اللي زرعتها كان يبقى عندنا نقص كبير جدا جدا في المحاصيل الزراعيه والمنتجات الزراعيه. المتوقع من مثل هذا المشروع من الناحيه الاقتصاديه، المردود الاقتصادي على السوق بقى من السلع، ايه المتوقع؟ المتوقع اولا نمره واحد هيشغل ارض ايدي عامله كتير. تمام. دي من يعني مش اقل من مليون او 2 مليون هيشتغلوا في هذه المواقع. تمام. يبقى ده دي نقطه. النقطه الثانيه زياده الحاصلات الزراعيه والاستراتيجيه وانا بركز عليها، اللي هو القمح، الذره، فول الصويا، السمسم، الزراعات او السوداني، الزراعات اللي بتجيب زيوت وانتاج وعصرها او مخلفاتها تعتبر بتخش في التركيبات العلفيه للحيوانات والدواجن والاسماك، يبقى ده مردود اقتصادي موجود لازم نشتغل عليه. هنعمل عليها مصانع عشان اللي هتستخدم لايه؟ لانتاج الزيوت وتجهيز الحاصلات الزراعيه اللي موجوده عندي اللي ممكن دي تكون قابله للتصدير. وفي نفس الوقت هنعمل مصانع للسمك والمنتجات السمكيه اللي موجوده عندي، كل ديت مشاريع
داخله في التكوين المشروع الجديد، وده طبعا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، والسواد المصري هيكون قائم يعني بانتاجيات عاليه جدا. انتاجيات المحاصيل الزراعيه اللي هتبقى موجوده عندي بوجود المزارع السمكيه بتزيد 30%. انتاج المحصول نفسه لما احط مزرعه سمكيه، الميه بتاعه المزرعه دي تروي الارض الزراعيه دي، بيزيد المحصول الزراعي 30%. يعني لو فدان بيجيب طن هيجيب طن و300، حضرتك لما تضرب المحاصيله دي كلها في الارض اللي موجوده عندي يبقى انا استفدت مرتين من نقطه الميه الواحده اللي داخله لي الارض. النقطة المهمة قوي واللي الناس بتتخوف منها المية. احنا دايما لما نيجي نتكلم عن مياه معالجة مياه الناس يعني تقلق، مع ان تكلفة المعالجات او فكرة معالجة مياه البحر او مياه الصرف دي بتتكلف اضعاف مضاعفة من كوباية المية اللي يعني او من متر المية العادي من المياه النيل. التخوف ده يا دكتور حضرتك المعالجات طب انا هستأذن بس حضرتك لان احنا يعني هنخرج لاذاعه خارجيه لاذاعه افتتاحات المشروعات الجديده اللي بيفتتحها السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، فإلى هناك.